بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان واخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا درس جديد، يعني كيفاش نتعلموا جوجل كروم. يعني غادي نحاولوا في هذا الدرس هذا ان شاء الله نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا التحميل ديالو، ومن بعد نديروا التثبيت ديالو في الجهاز ديالنا، واخر حاجه غادي نشوفوا يعني الاعدادات ديالو. دونك اول حاجه يعني الا بغينا نحملوا جوجل كروم، انا شخصيا كنستعمل حاليا موزيلا. دونك هو باش غادي ندخل دابا وغادي نديروا التحميل ديال جوجل كروم. نجيو لهنايا لابار دو ريشيرش، نديروا جوجل كروم. دونك يعطينا هاد البحث الاول هذا. كنجيو هنا كنديرو تيليشارجي كروم، اونجستري سو، دونك كنلاحظو بأنه هو تحمل عندنا. كنمشيو كنديرو لي اوفرير، كنخرجو من هاد الصفحة هادي، كنمشيو نديرو التثبيت ديالو يعني لانستالاسيون. كنتسناو بعض الدقائق التثبيت ديالو في الجهاز عندنا. من بعد كي تانستالا جوجل كروم عندنا في الجهاز، كيعطينا هذه الواجهه هذه. اول حاجه يعني خص يكون عندنا ان كونت جيميل باش نتكونيكتاو. دونك كنديروا كيعطيك نو كونيكتي كما لاحظتوا. يعني كنجيو نديروا هنا اكتيفي لا سانكرونيزاسيون، ندخلو كنديرو الايميل ديالنا، دونك ملي درنا اكتيف لا سانكرونيزاسيون يعني كنلاحظو هنا جاب لينا كاع لي فافوري ديالنا، دونك الشيء اللي كنا غادي نهضرو فيه شويه من بعد. مي هو جابهم لينا هنا من قبل، باسكو انا ديجا عندي بهاد الايميل يعني حاول يجيب لي كاع امبورتي لي كاع لي فافوري ديالنا على اي. دونك كما كتشوفو هادي الواجهه الرئيسيه ديال البرنامج او ديال المتصفح. دونك هنا فاش تكونيكتينا كيعطيك الفوتو دو بروفيل ديالك، يعني من هنا تقدر تاكسيدي الجيميل ديالك، تقدر تاكسيدي التطبيقات كاع ديال جوجل. دونك كنلاحظو يعني هنايا، دونك هنا كاين هادو لي فافوري كيما قلنا. دونك غنجيو لهنايا غادي نشوفو باغ اكزومبل هنا بغينا نديرو شي نوفيل اونغلي، يعني اما كنكليكو على نوفيل اونغلي كندير اختصار ديال كونترول تي نوفيل فونيتر. يعني الفرق ما بين فونيتر و اونغلي، اونغلي كيحلها لك هنايا في نفس هاد الصفحه هادي. بار كونتر الى درنا نوفيل فونيتر كيحلها لك يعني صفحه بوحدها. هنايا بغينا نديرو اون نافيغاسيون بريفي، يعني ملي كتقول اون نافيغاسيون بريفي يعني يعني ما كيكونش لي تخاص ديالك، يعني ميم لي ستوريك وهذا ما كيبانوش، يعني فوت لي ستوريك لي كوكيز كلشي ما كيبانوش، هذا ما يتسجلوش. يعني كت نافيغي مثلا اون مود بريفي. اللي كيهمنا هنايا هو هاد المساله هادي، يعني هنا بغيتي تامبريمي دير لا ريشيرش كوبي كولي شي متصف شي صفحه يعني في الانترنت. تيليشارجمون هنايا كتشوف لي تيليشارجمون كاع لي درتي. هنا اللي كيهمنا هما هاد لي بارامتر هادو، غنحاولو نتعرفو على كيلكو بارامتر هنايا. دونك هنايا يعني لو كونت ديالك، هنا بغيتي تسانكرونيزي لي سيرفيس جوجل، يعني حنا درنا ديجا سانكرونيزاسيون. جيري لي كونت نو
الفوتو دون كروم بغيت بغي تبدلها، تامبورتي لي فافوري، حنا ديجا ها متامبورطاو عندنا هنايا، بغيت تبدل مود باس، تدخل مود دو بيمون، ادريس، لوكاليزاسيون و تو سا. دونك هنايا سيزي اوتوماتيك، هنا اوفان في لابارونس، هنا جينا بغينا باغ اكزومبل نغيرو لو تيم ديال الصفحة ديالنا، ناخدو شي واحد مثلا هذا مثلا اجوتي اكرون. يعني هو تبدل عندنا لو تيم. بوتون داك لا تاي دو بوليس، يعني بغيتي هنايا تزيد في لاطاي ولا تنقص من لاطاي. بون انا كنحب انه يبقى هادشي بار ديفو. موتور دو ريشيرش بغيتي يكون يدير لا ريشيرش في جوجل، في بينغ، في ياهو. دونك الى درنا مثلا بين تجي هنايا، يعني ها هو دخل لك الموتور دو ريشيرش ديال بين. دونك حنا نخليوه في جوجل يعني بار ديفو. نافيغاتور بار ديفو، هنا كت الى درتي لي يوتيليزي بار ديفو عندك شي متصفح اخر بحال مثلا موتزيلا ودرتي هنا يوتيليزي بار ديفو، يعني كيولي هذا جوجل كروم هو المتصفح ديالك بار ديفو. هنا بار اكزومبل هنايا او ديماراج شويتي غير يحل لك غير اونغلي بحال هكا عاديه كوم سا، اولا تكليك على تاني يعني ياخذ لك اخر صفحه دخلتي ليها. تناخذ اكزومبل مثلا احنا هنايا ديال مثلا دخلنا اليوتيوب، الى درنا لاخر صفحه وخرجنا من هنايا دونك هو راه خدا بعين الاعتبار. حنا نخرجو هنا نسدو هادشي كامل ونجيو ندخلو كروم اوتوماتيكمون غيدخل ليا اخر صفحة هي هادي. دونك هنا دونك هنا اللي درتي ليه بيرسوناليزي مثلا شي باج يولي هو يدخل اجوتي ان باج، غدير ليه مثلا جوجل سيو بايما اجوتي، يعني اون فوا تكليكي على جوجل كروم يدخلك لجوجل ديريكتومون. فوالا حيت باقي ما درناش ليه ديفينير اون طونك نافيغاتور بار ديفو، يعني باقي كيعطينا هاد الميساج هذا. كنجيو توجور البارامتر هنايا، نجيو البارامتر افونسي. هنا لا لونغ بغينا نبدلو لا لونغ، سينون كنخليوها بار ديفو. تيليشارجمون هنا بغيت تبدل يعني لو ريبيرتوار لا و فين كيمشيو سميتو لي تيليشارجمون ديالك. بغيتي تحدد ليه مثلا دير شي ريبيرتوار في الدي مثلا تسمي داونلود دير ليه سيليكسيوني، اوتوماتيكمون كيمشي هو كيولي كاع تيليشارجمون ديالك كيمشيو لهاد لو ريبيرتوار هذا. لامبغسيون هنايا بغيتي تحدد ليه ان امبريمونت ديجا انستالي عندك، سينون كتخليها بار ديفو. هنا باش كتعرف لا فيرسيون ديال جوجل كروم اللي عندك، دونك هنا كيقول جوجل كروم ايتاجور، يعني هنا اخر فيرسيون هي 83.0.41 4103.97 64 بيت. دونك بغيتي دير لا ميزاجور هنا ديما تجي تكليكي على هاد ابروبو دو كروم، و الا كانت شي ميزاجور محطوطة دونك كليكي عليها كدوز اوتوماتيكمون. وكان هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم. دونك ما تنساوش ديروا لينا لايك، والناس اللي ما اشتركوش معنا يحاولوا يشتركوا معنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.